حوالي 2000 مواطن تركي تجمعوا أمام مقر محكمة في أنقرة عند محاكمة شرطي متهم بقتل متظاهر الصيف الماضي. اشتبكوا مع قوات الأمن التي واجهتهم بخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم. المحتجون استنكروا مقتل آدم ساري سلوك على يد الشرطي أحمد شهباز خلال قمع مظاهرة الاحتجاج العارم على خطة إعادة تهيئة ساحة تقسيم في شهر يونيو حزيران الماضي. التجمع الذي بدأ هادئا تطور إلى محاولة عدد من المحتجين اقتحام المحكمة وتحطيم مدخلها، مما أدى إلى تدخل قوات مكافحة الشغب. الاشتباكات بين الطرفين خلفت عددا من الجرحى يقول شهود عيان ووسائل إعلام محلية، فيما بقيت السلطات الرسمية ملتزمة الصمت بهذا الشأن حتى الآن. تقارير إعلامية تؤكد أن محاكمة الشرطي أحمد شهباز أجلت إلى غاية الثاني من شهر ديسمبر كانون الأول المقبل.